تخيلوا اكتشفت حقيقة اسمها ايه؟ عارفين فؤاد الظاهري؟ طبعا فؤاد الظاهري الموسيقى التصويرية، الزوجة التانية، غير افلام كتير جدا، عمل مزيكات افلام طبعاً. حلوة قوي قوي، موسيقى تصويرية والجمله محفوظة وما طبعا تعرف على طول ما تسمعه في الافلام ان ده فؤاد الظاهري. طبعا ارمن، ايه ارمن يا سلام، ده فؤاد الظاهري اللي كان بيميزه بالنسبة لي ان هو المصري في مقابل اندريا رايدر. اندريا رايدر اللي لا عمل، بس مش حافظة الاسم، اسمه فؤاد زانينيانا غينيانا الظاهري دي إيه؟ لانه كان ساكن في الظاهر، فمن عشقه للمكان سمى نفسه فؤاد الظاهري. اها، تخيل. لا غريب، خلاني قعدت ابص على البلد دي. البلد دي كانت يعني الواحد يقول عليها ايه غير انها كوزموبوليتن، حضن. حضن للدنيا كلها. يعني انا فاكره ان اتنقلت، يعني نشأت وترعرعت في عمارة ونقلت لعمارة أكبر. فالعمارة الأولانية كان فيها جنسيات مختلفة وكان جيراننا كلهم مش مصريين، جارة يهودية هي وجوزها، اليهود المصريين بتوع زمان، جارة جار أرتين ومراته أولجا هو أرمني وهي روسية، وجارة بقى عراقية، وجارة من الشام كانوا يسموها الشامية، مش عارفة سوريا كانت وقتها أو إيه، وماما، والأكل يتبادل والاحتفالات تتبادل، وعايشين على طول في مهرجان لأن عيد المسلمين يخلص يجي عيد الأقباط، يخلص يجي عيد الأرمن، مش عارفة إيه، عارف كده. وبعدين نقلت على عمارة أعلى وأكبر، يعني فيها كل حاجة بقى، أرمن تلاقي، يونانيين تلاقي. فترة كان الهنود في مصر منتشرين جدا وكان ليهم محلات، وكان طبيعي جدا انك وانت ماشي تلاقي اسراب من الستات الهنود لابسين الساري بتاعهم الملون اللي معدتهم فيه مكشوف، عادي جدا في البلد دي، عادي جدا. معلومة جديدة بالنسبة لي. وكنت اطلع عندهم، كانوا بنات كتير كده، وكانوا في مدرسة اسمها ايماكولات كونسبشن، كانت فيها شوية من الجالية الهندية. واقعد اشوفهم بيعملوا العيش بتاعهم الحراق ده على البابور، لازم على نار، مش بوتاجاز، نار مش عامله كده، فتقعد الست العيش ويقوم طالع مرقوق كده ياكلوه سخن نار مولع وحاجات كده. يعني كل الجنسيات كانت في العماره بتاعتنا، وكنت تمشي في الشارع يعني. فخلاني فكرت الناس دول بييجوا يعيشوا جوه مصر يتدفوا بيها ويداروا بتوبها ويسكنوا إليها يعني. ومنهم الأرمن. مين فيكم مش عارف أرمن؟ لا لا لا، أنا بعرف شخصيا يعني، حتى بعيدا عن الأسماء، يعقوبيان وغيره واستوديو نصيبيان وغيره، الله يرحمها فانيا الممثلة الجميلة اللي كانت مع فرقة الورشة، واللي كانت عملت أكتر من مسرحية في الهناجر، وبعدين الله يرحمها بقى، يعني مش عايزه اغم الجمهور بس الله يرحمها يعني. لا، وكان في فيكتور تكفر انطونيان. وكان في لا بيرسونال، انا اعرفها شخصيا. ما انا كنت اعرف تكفر انطونيان. وانا ليه كان في مدرستي بقى كان برضو فيها جاليات، ارمن كان فيه، يونانيين كان فيه، شوام كان فيه، بس ما كانش فيه هنود. كنت اعيش معاهم واصحابي الانتيم، وساكنين في الاحياء كلها، ما لهمش مكان. ما هي مصر عامله زي خلاط العصير، او كانت يعني. انا اكتشفت واحنا بنتكلم في الموضوع، انا كان عندي مدرس انجليزي في الثانويه العامه، كنت باخد عنده درس
انا كنت فاكره بس مجرد مسيحي مصري، بس هو اسمه مستر ارميا مش عارف ايه يان، فكده هو اكيد ارمني، بس ده انا عمري ما تخيلت ان ده مش مصري يعني. وانا عشان كده انا بحب البلد دي، انا البلد دي محتضنة بلد كده. مهما حصل بجد، انا ما مهما انا حصل بقولك، فيها هي عامله زي خلاط العصير، اللي هو السكر والليمون والميه، وبعدين بيدور، فبعدين بعد كده ما تقدرش تعرف فين السكر وفين بالظبط. الليمون وفين الميه. ف كان ميكانيكية، اه كانوا حرفيين شاطرين جدا، او لازالوا يعني، انا قصدي بس عشان انا الذكرى جات لي كده. ميكانيكية اشطر ناس الارمن، نجارين، كهربائيين، يعني جوهرجية. دكاترة، جواهرجية، ده مليان بقى جساغة وجواهرجية بالذهب بتوع البلد. كانت مليانة ناس وعاديين وعاديين في وسطنا، بس ليه احنا يعني ما ندورش في الحتة دي؟ لا بس عايزة أضيف حاجة، هم حلوين. انت يا سلام زي انت على القمر، فكرة إضافاتك يا جايلان، والله العظيم والله العظيم أحب أنا أحط التاتش بتنور. طب بتاعي. أنت قابلتي حد أرمني؟ ليا أيوة بنتين، صاحبتك دي. بنتين صاحباتي، كان نانور ميوان وواحدة صاحبتي تانية دي أنا فاكرة اسمها كويس، أليس شاهان جاكوب مظلوميان، دي انا فاكره اسمها وعارفه انطقه. نانور مش فاكره، بس نانور انا فاكره يعني قالت شكلها كان خواجه جدا. لا نانور كان شكلها يعني شكلها مصري، ما فيهم طريقتها هم شبهنا كتير قوي. وطريقتها هو كانت جدعه كده، وعندها كده اللي هو انا ما عرفتش ان هي مش مصريه غير لما سالتها على اسمها، اسمها نانور. قلت يعني يمكن اسم ما جايلان برضو مش مش كومن كتير، قوي. بس نانور كان اول مره في حياتي اسمها، ولحد دلوقتي ما سمعتش زيه يعني. بس انا فاكره ان هي كمان كانت من البنات اللي هي اللي قالت الكلمه في الجراديويشن بتاعنا، اختاروها هي البنت اللي قالت الجراديويشن بتاعنا. ولما تشوفيها يعني برضو عشان تعرفي هي يعني جنسيتها ايه، لازم تعرفي اسمها ايه، نانور يان. ربنا لا يمسيها كانوا، بالخير، انا كان عندي يمسيها اغافني، بالخير. وكان عندي جوليا، وكان عندي تسيبا تارزيان، ودول الثلاثه اللي انا فاكرهم قوي لان كانوا انتيم او عادي جدا عايشين. ايه اللي خلانا حسينا ان احنا عاملين كده يا ماما؟ ايه ده؟ في ايه؟ تعالوا ندور عليهم، فين هم؟ فين هم دلوقتي؟ عددهم قل ولا زاد؟ ليه اما بيعيشوا في مصر رغم انهم جايين من بلد كان فيها اضطهاد وقهر ما بيرجعوش، بيحبوا هنا، بيروحوا يزوروها زيارة بس. هم مصريين مصريين جدا. زين، وبيزعلوا لما الناس تقول لهم يخرجوا. موضوع انترستنج، تصدق بقى انا عايز اعرف اصل الحكاية، ليه جم مصر وحضنوها وهي حضنتهم كده؟ عارف شارع نوبار؟ ايوه اللي في وسط البلد. طيب عارف مين هو نوبار باشا؟ طيب بلاش نوبار، عارف بوغوث بيك يوسفيان؟ الاتنين ارمن خدموا مصر في عهد محمد علي والخديوي اسماعيل، الاتنين ابناء لجالية كبرت وبقى ليها هنا وجود، ليهم لغتهم، ليهم عاداتهم، لكنهم مصريين. لما تسمع موسيقى فؤاد الظاهري في الزوجة التانية او صراع في الوادي، مش ممكن تقول إن اللي عمل المزيكا دي مش مصري. لما تنبسط بتقليد فيروز للراقصات المصريات، ما يجيش في خيالك أبداً غير إنها بنت بلد مقصلة. لما تشوف لبلبة أو تفتكر ليالي رمضان زمان واللمة حوالين فوازير نيلي، ما بتفكرش غير في حاجة واحدة، إنك فخور بإنهم مصريين. هتشوف في الأفلام القديمة أسامي زي ناصبيان، كريكور، يوهان وغيرهم، دول أرمن حضنتهم مصر أيام ما كانت القاهرة هوليود الشرق. الأرمن اللي عايشين بينا هنا ليهم جذور وتاريخ هناك في أرمينيا وذكريات مرة مع الأتراك، لكنهم في مصر لقوا الوطن، الحياة، الدفى. مصريين بس أرمن، أو أرمن مصريين. طب ندور بقى على الجالية. لا لسه، ايه الزغلول الكبير بقى، الزغلول الكبير، خش يا زيزو. صوفي نار. تا 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 تا. لا والله. كلمها يا زيزو. انا هشتغل فن صوت في الحلقه دي. وانا هقول لمراته. لا انا هتفرج عليها مع مدام اسعاد.
او موال زلزال 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 عايز الخيال زلزال 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 بس او موال اسم الله عليك الله اكبر ما شاء الله غزال لما بتمشي وتتنضر تعمل زلزال اسم الله عليك الله اكبر ما شاء الله غزال لما بتمشي وتتنضر تعمل زلزال العود مشدود حته شده خراب عليها لو عدت على الميه البارده تسخن تحتيها العود مشدود حته شده خراب عليها لو عدت على الميه البارده تسخن تحتيها ايوه على رسمة شفايفها ونيون ايوه وعليها ورموشها اللي خلوا متعالي تون ايوه على رسمة شفايفها مليون ايوه وعليها ورموشها اللي خلوا متعالي تون من شفها ما دبش بتبقى وضرب اكبر بزنس قدامها ونسي اسمه واسم اللي جابوه اسطورة زلزال سنيورة غندورة تتعل بالماء قطوتها زلزال وشيتها قورتها طاولة بتال اسطورة زلزال سنيورة غندورة تتعل بالماء قطوتها زلزال وشيتها قورتها طاولة بتال ما فيش منها حل او شربات حتى فشل البسبوسه بالقشطه والحلويات لا سحر ينسيك الدنيا وتروح ما تجيش واما الفوق لما تقولش رفت جاتوهات تتاكل اكل يا اخواتي وعليها حركات وعليها الاضرب تتكلم يجي ست لغات تتاكل اكل يا اخواتي وعليها حركات وعليها الاضرب تتكلم يجي ست لغات ايوه على ناس بتشفايفها مليون ايوه وعليها ورموشها اللي خلوا متعاليتون ايوه على ناس بتشفايفها مليون ايوه وعليها ورموشها اللي خلوا متعاليتون من شفها ما دبش الدبدبه وضرب اخماس بزكس قدامها ونسي اسمه واسم اللي جابوه اسطوره زلزال سنيوره غندوره صوفي نار ازيك؟ الحمد لله. يا سلام. صوفي نار ولا صوفي نار على بعضها؟ مع بعض واحدة. صوفي نار كلمة واحدة. معناها ايه باللغة بتاعتكم؟ عروسة البحر. يا سلام. انتي ارمينية روسية؟ لا ارمينية اصلي بس عيشتي شوية في روسيا بس. اوكي وبعدين قررتي تيجي على مصر؟ ايوه. من امتى؟ اصلا من 10 سنين كنت بتحلم وما كنتيش بتكلمي بس كانت في خوف. ليه؟ عشان اول حاجه بلد كبيره جدا بالنسبه لي ويعني اقوى فنانين الرقص موجودين في مصر عشان كده كانت في خوف. انت جايه ناويه ترقصي يعني انت كنت بترقصي شرقي في روسيا مثلا لما كنت عايشه هناك؟ كنت اشتغلت في البلد كتير قبل ما جيت في مصر اشتغلت طبعا في عندنا في ارمينيا وفي روسيا وفي كتير بلد عربي
بس في الاخر حاجه سبتها مصر. اوكي، لكن ايه اللي خلاكي وانتي في ارمينيا حبيتي الرقص الشرقي، او كان عندك علاقه مع اللغه العربيه والرقص الشرقي خالص؟ يعني اول مره بالصدفه شفت الفيلم سعاد حسني هي اللي خليني هيجنن. اني واحد فيهم؟ خلي بالك من زوزو. يا سلام. فحبيتي الرقص من الفيلم جداً ده. وابتديتي ايه بقى، تشوفي افلام وتتعلمي ازاي؟ لا، كنت بتقفل نفسي باب بتاعت الغرفة، وكنت بتقعد في غرفتي 24 ساعة بتفرج نفس الفيلم 100 مرة. ولقطتي المزيكا ازاي؟ يعني عرفتي الإيقاع الشرقي ازاي؟ عشان أنا بترقص من صغر. طبعا الرقص البالي أرمينيان اللي عندنا، عشان كده مزيكا بالنسبة لي لو أنا عايزة ترقص أي حاجة مزيكا لوحده بتمسك جسمي. اوكي، يعني انت الموسيقى الفولكلور الارميني. أيوه. في ايقاع اصلا احنا المزيكا ارمينيا في نفسه زي شرقي. عشان احنا بلدنا برضو شرقي. احنا بلدنا بين تركيا وايران. يعني مزيكا عندنا قريب جدا من مصري. حلو قوي. ورحتي روسيا ليه؟ مش انا. العيله بقى. ليه الفاميلي؟ عشان يعني ابويا فتحت البيزنس هناك كمان. ورحنا هناك عشان من زمان اللي حصلت في الارمينيا من 26 سنه كده حصلت زلزال كبير جدا. مش زلزال اللي انا بيعمله. مش الزلزال اللي بترقصي عليه. زلزال حقيقي. وبعد كده سافرنا في روسيا، وابويا كان عنده هناك بيزنس، قعدنا هناك شويه ورجعنا على البلد كده. انت عارفة انه هنا في مصر في ارمينيانز كتير قوي قوي، ناس ارمن كتير. عرفتي حد منهم؟ عرفتي لوسيا ارتين. قربت نيلي. لا، عارفة شخصيا؟ انت عارفة انه دول معروفين اساميهم؟ عارفها شخصيا. لوسيا ارتين. وهي قريب من عيلتك؟ من عيلة لبلبة و نالي. لكن انت اصحاب هنا في مصر ارمن ما تعرفيش غير لوسيا ارتين؟ ما بيعرفش حد. انت عارفه انه مصر مليانه ولا لا؟ عارفه اللي مليانه، بس عشان انا في شغلي مركزه على شغلي على طول، وما عندناش وقت عشان تبقي اصحاب وهنخرج وهنفسح. ما فيش وقت. بس خليني ابقى اقول لك انه في جاليه أرمن كتير قوي في مصر عايشين بقالهم سنين، مصريين زينا بالظبط. انت عاملة أزعرينا حضرتك. يعني دخلتي الاستوديو أنا ما لقيتش حد الحقيقة، حد يكلمني خالص. فين يا جماعة الولاد؟ قالوا لي لا، أصل سفينار جاية وبتاع. ما جيتي لقيتي جمهور واقف على باب الاستوديو بره، مش كده؟ انت حاسة ان انت عاملة الأزعرينا الجامدة دي، مش كده؟ الحمد لله، ناس بيحبوني. ناس بيحبوكي. الحمد لله. الحمد لله. طب قولي لي انت ازاي بتتمرني، ولا كده وخلاص؟ يعني بالمزاج بصراحه. يعني في يوم عندي مزاج مثلا ممكن ساعتين ثلاثه هيروح الجيم وهيعمل الحركات اللي لازم هتعمل ليها كل يوم، المودوت اللي هتفتحي جسمك عشان ترقصي كويس وكده. في يوم مفيش مزاج اصلا، هينزل من كنبه. طبعا سلام على الايام دي، جميله الواحد يبقى قاعد عامل كده التلفزيون. طب هل انت شفتي في راقصات روس بقالنا مثلا 10 سنين الرقص الشرقي انتشر في العالم كله، وبقى في راقصات مثلا روس وتراكوا وارمين جابانيز بيتمرنوا تمرين قاسي جدا 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 من 10 سنين كده. دي زي الموضه جديده. ما شاء الله في منهم كتير بترقصوا حلوه قوي. وبيعملوا حركات جديده. يعني انت بتجددي، ولا لما انت اصلا ما اتعلمتي من سعاد حسني؟ في سعاد حسني مش بروفيشنال قوي، لكن بترقص حلو قوي زي اي بنت مصريه الله يرحمها. لكن بعد كده اكيد شفتي بقى المختلفين طبعا اللي هم بعد كده. انا جبتها الفيديوهات تبع فيفي عبده ودينا
وسهر زكي وسامية جمال ونجوى فؤاد، كله كل الكوليكشن اللي موجودين في مصر. كويس. وبتشوفي بقى التراكوة كله المسابقات العالمية والحاجات. شفتي اللي طبعا التركيش بالي دانس كمان برضو، بس المصري ايه بقى المصري ايه؟ كان بتمسكني من قلبي ستايل مصري. ما هو اصل ما ينفعش الا ما يعني معلش المصري عشان ده في رقص الشرقي في التركية كمان. وتركيا قريب مننا جدا يعني. من بيتي 10 دقايق تمشي بالرجلك. بس عمري ما فكرتش هيرقص في التركية ولا هيشتغل في الستايل التركيش. ما جيتش معايا. طب قولي لي بقى انت دلوقتي في مصر بتشتغلي، انا عارفه الحمد لله كتير والناس مقبله عليكي، بتحبك قوي وبقيتي فابوري جدا عند الناس، ولما حتى بتطلعي في التلفزيون بيحبوا قوي يشوفوكي يسمعوا اللغه بتاعتك وكسر. لا حلوه بس يعني طعمه يعني تحبي تسمعيها. بتاكلي ايه بقى مصري؟ بتاكل ايه مصري؟ بتاكل ارنب اللي ورا عينب حاجات كتيرة كده يعني. مامي بتعمل ايه؟ انا شايفه ان ماما معاكي في كل مكان، يا ماما دايما معاكي وست جميله كده ولذيذه. بتطبخ مصري؟ اصلا عندنا الطبيخ شرقي برضو. في الارمينيا الطبيخ بتاعتنا برضو شرقي يعني. برضو زيكم كده مخشي و ما هو يظهر المطبخ التركي، كفته وكباب وكده يعني. انا مره كان في اسبوع ارمينيان في مصر في مكان كنت بشتغل فيه، فكان كله بقى بالاكل الارميني، فلقيته شبهنا خالص. بتاكلوا فاصوليا بيضه برضه بالرز كده زينا. طب ازاي بقى بتاكلي زينا وما بتتخنيش زينا؟ تخنت جدا انا اول ما جيت مصر دي كده، انا زودها 8 كيلو. تعبتي عليا. من 3 سنين جيتي كنت رفيعة عن كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله، امال احنا نعمل ايه؟ بس الناس كان بتقول له مش حلو رفيعة قوي. ما هو الرقص الشرقي ما بيحبش الست المعصعصة يعني. عشان يعني عشان كده بقى اكلتي كتير اكل المصري عشان بتحشي يعني حضرتك. ايه اللي بتحبيه في مصر كمان؟ بالنسبة لي كل حاجة يعني، مفيش حاجه مش بحبها. يا سلام. طب هقول لك، بتتفسحي مثلا؟ بتقولي لي ما عندكيش وقت تخرجي مع اصحابه مش عارفه ايه، لكن مثلا رحتي شفتي الهرم، رحتي شفتي الحاجات المصري قوي، المتحف، الحاجات الفرعوني؟ من 10 سنين اللي كنت مثلا تورست في مصر. كنت بتروح بتشوف لوكسور وهنا وهنا وهنا. من 10 سنين كده كنت صغيره وبتجيلي هنا مع فاميلي بتاعت تورست في شرم الشيخ وغردقه وكده يعني. لفيتي طبعا زي كل التورست، اتفرجتي على كل حاجه. بس دلوقتي لا، دلوقتي زي كل المصريين يعني. دلوقتي هتقول لي واحده مصريه تروحي الهرم تتفرجي على بيراميدز؟ هتقول لك لا. لا يعني هم بنشوف الكل يوم. مش مظبوط قوي برضو، ما احنا بنقول انه لازم الناس تروح تشوف بلدها كويس عشان تفضل يعني مربوطه بيها. انت عارفه انه ولاد بلدك ساعه ما جم مصر زيك، انت شايفه انت دلوقتي ازاي بقيتي عامله، انه يعني كانه انت مننا بالظبط يعني. هم كده كمان عايشين في وسطنا جدا وبيروحوا ارمينيا زياره بس. انت كده انت دلوقتي برضو انا في السنه مره واحده في رمضان عشان ما فيش شغل في رمضان. بسافر ارمينيا وبسافر روسيا الاثنين. بتعملي ايه بقى في ارمينيا وروسيا؟ طبعا في الارمينيا انا بشوفهم مثلا، عندي هناك اختي وعندي امي وخالتي كده يعني ناس كتير. وفي روسيا بقى عشان عشت هناك عندي اصدقائي هناك. بس ومن حته الفاميلي برضو موجود هناك. لازم تشوف الاثنين وترجعي هنا كانه ده الهوم، لازم. ده البلد. هنا طول السنه انا موجوده في مصر، بس الثلاثة اسبوع كده في بلدنا. طيب لما بتمشي في الشارع بتحسي انك انتي ستار؟ الناس بتشتاق قوي تشوفك
يعني بيحبوا يشوفوكي جدا. بتحسي كده في الشارع ولا بتحسي او لحد بيضايقك؟ مرات مثلا مبسوطة جدا عشان الناس بتحبك، ومرات بيخوفني عشان مثلا في شباب كتير اللي بتجري من وراكي وانتي مش فاهمة هم عايزين منك ايه بالظبط. انت بتمشي على على رجليك كتير يعني في الشارع؟ لا يعني مثلا لو دخلت في سيتي ستار في الهتة دي جوه حاجات جوه مول جوه حاجة برضو بتلاقي معاكسات وكده يعني بيجروا عايزين يمسكوكي مثلا يلمسوكي لا ما حصلتش، بس طبعا في خوف في قلق. ما هو اذا بس بحب الستات قوي. بتحبي الستات؟ ازاي يعني؟ مش خايفه منهم. الستات امان. بتحسي انهم بيغيروا منك؟ قليل جدا. قليل قليل جدا. هالطفل وفي فرح انا لسه داخله في اول اغنيه بيهزل يا عروسه هذا كده ومثلا بتغير مني ولا حاسه لي في حاجه كده يعني بعد الاغنيتين هي في نفسها بتحبيه. والعريس بقى بيبقى عامل ازاي وهي عامله كده؟ عريس بقى على طول مبسوط وكده، بس بيتنطط وهي بالمقشه بتشوف انا مالوش دوه في العريس، انا جايه علشانك انا مركزه معاكي. هي بقى بتغير الطريقه وبتحبك بعد شويه، بتغير الطريقه تيجي بترقص معايا وكده ومبسوطه عشان انا بيقولها انا مالوش ده وقافل لي عيونه اصلا خليه ما تشوفنيش. انت بالنسبه لك مثلا عايزه تتجوزي واحد شكله ايه؟ عامل ازاي؟ شكله تبي حلو. ماشي حلو، هذا بتاعت ربنا بقى، هو اذا حبيتيه مش هتشوفي حاجه غير انك بتحبيه. طبعا فربنا بيحط الحب ده علشان بعد شويه تخن. أيوة. اصلاع. أيوة. او الست بقللت الحب بيعدي البلاوي السوداء دي مش كده؟ مش هتشوف. لكن انت عايزه اخلاقه شكلها ايه؟ عايزه اعمل ازاي يعني؟ يعني طبعا عايزه تبي محترم، حد كويس يخاف عليكي يعني. طيب وحنين. مهم جدا، مش اناني. مهم جدا. وعايزه تخلفي ان شاء الله؟ عايزه يعني مش هتقولي مثلا لا بلاش عشان جسمي او مثلا هتاجلي ده وقت طويل او كده؟ في ناس بتعمل كده. في ناس في ناس بتعمل كده، بس هنشوف ان شاء الله. انت طيبه قوي وقدريه جدا يعني، سايبه كل حاجه كده لربنا للقبول اللي ربنا حاطه في وشك. جميله يعني. عايزه اقول لك يعني لو انت هتعيشي في مصر بقيه حياتك هتغيري الكارير بتاعك مثلا ولا بتفكري تعملي ايه؟ بصراحة لو هيغير مثلا هيغير في نفسي، افتح المدرسة طبعا. تبي موجودة المدرسة لبنات صغيرين تخشوا فيه، وطبعا دي حلمي من زمان عندي لنفسي، افتح المدرسة التانية على ناس الغلابة اللي ما اقدرش ادفع فلوس عشان بنات تيجوا المدرسة عشان تعلموا مثلا البالي، خوريوغرافيا، رقص شرقي مظبوط. يعني عايزة تعملي نفسي مدرسة حاجة فنون كده صغيرة؟ مدرسة اللي تبي ببلاش يعني ناس تخش فيها من غير تدفع فلوس، فتبقى مدرسة زي أكاديمية صغنونة بتعلموا فيها باليه، بتعلموا فيها ممكن يغنوا أو يلعبوا كده فن كتيرة. يعني فن. طب قولي لي هل لو جالك عريس مصري وعريس أرميني تاخدي إيه؟ لو مصري مثلا، لو أرمينيان مصري ماشي، بس لو أرمينيان أصلي لا. بجد؟ لا اصل انا بحب الحكايه دي قوي، لان انا يعني انا وانا صغيره عشت مع ارمن كتير قوي خالص عادي، ولا ما فيش عندهم اي عنصريه من اي نوع. خالص. زي المصريين بالظبط خالص خالص خالص، وشاطرين في شغلهم ومجتهدين جدا والحمد لله انهم عايشين في امان يعني، المصريين حضنهم دافي يعني مش كده؟ انت حاسه بكده؟ طبعا لو مش كده طبعا كنت مش قادره اقعد في البلد اللي بتحسي مثلا زي ما انا عشت في روسيا، بس مش بحب اقعد فيها، عشت فيها غصب عن نفسي.
عشان كنت صغيرة وفاميلي بتاعتي هي كانت عايشة هناك وأنا عامل إيه؟ لازم. أما أنت غريبة وجميلة والله. أنا مبسوطة قوي إن أنت النهاردة والله موجودة معانا. في ناس بتحبك كتير جدا جدا. أنا كمان بحب أشوفك قوي. وأنا بحبك قوي. ودلوقتي هتمتع جدا إنك هتكوني على المسرح. أوكي؟ تمام. هترقصي بقى في صاحبة السعادة كده عشان تعملي سعادة لينا. إن شاء الله. حبيبتي نورتيني. إن شاء الله تنبسط معايا. أنا هنبسط طمني. إن شاء الله. رجعوني يعني
يحسبوا حسان عليا اللي شفته Thank you.
ضيوفي الدكتور أرمن مظلوميان، دكتور فيكن، دكتور محمد رفعت، مصريين عايشين في مصر بيتمتعوا بحضن مصر ودفى مصر، وإحنا بنتمتع بيهم في وسطينا، كلنا عيلة واحدة، ناس واحدة. لكن في لحظة ممكن الواحد يقف ويقول هو إحنا إزاي بقينا الخلطة الجميلة دي؟ هو الأرمن إيه أصل الحكاية؟ إيه أصل الحكاية دكتور أرمن؟ هي دي ميزة مصر، إنها عندها ثقافة وتاريخ طويل 7000 سنة، وإحنا الأرمن عندنا ثقافة كبيرة في التاريخ الإنساني. لذلك هي دي ميزة مصر، إنها بتستقبل الشعوب التانية وما بتدرتهمش، فهي مناخ جاذب للآخر. فإحنا الأرمن وصلنا مصر من أيام الفاطميين، موجودين في مصر من أيام الفاطميين، لكن الزحف الكبير اللي جه مصر كانت أيام المذابح، أيام الدولة العثمانية سنة 1915. لكن بداية القصة دي كانت القضية الأرمنية في أواخر القرن ال19، لما بدأت الأرمن كانوا بيطالبوا بإصلاحات في شرق الأناضول، الأماكن اللي هما كانوا عايشين فيها اللي هي الأراضي التاريخية للأرمن، فكانوا بيطالبوا بإصلاحات اجتماعية وإنسانية يعني. فكانت الرد عليهم قاسي، فقد قتل منهم أكثر من 300,000 أرمني. بعدين كان في مذابح أدنى 1909، هاجر منهم برضو جماعات كبيرة، راح ضحية 30,000 أرمني. وبعديها كانت المذابح الكبرى اللي هي سنة 1915، ودي فكرتها اللي هي السنة الجاية المئوية بتاعتها. لكن دي فكرتها كانت ان الدولة التركية كانت عاوزة فكرة التورانية، انها تجمع الشعوب التركية اللي في المنطقة كلها، والعقبة الكبيرة اللي كانت في المنطقة كانت الأرمن اللي كانوا عايشين في الأراضي بتاعتهم التاريخية. فكان لابد من اتخاذ قرار بإبادة الشعب الأرمني وتهجيره من المنطقة دي عشان يعرفوا هم يوحدوا الشعوب التركية اللي موجودة. فبدأت بقى المذابح الكبرى سنة 15، وجي بقى الأرمن وإلى مصر وسوريا ولبنان، هي البلاد العربية الأولى اللي احتضنت الشعب الأرمني اللي تهجر. يعني القافلة اللي كانت تطلع مثلا 10,000 أرمني كانوا يمشون في الصحراء، تهجير ستات وأطفال وشيوخ، كان توصل منهم مثلا 1,000 لسوريا، صحراء سوريا دير زور النهاردة اللي فيها المشاكل في سوريا. وفي مرحلتين، في مرحلة المهاجرين بإرادتهم، يعني طوال القرن 19 الأرمن بيجوا مصر للعمل، لكن من أيام المذابح 1894 والأرمن بيجوا مصر مهجرين لاجئين. بالنسبة للأرمن في مصر في صفحات ونقاط مهمة قوي. أول وزير خارجية لمصر بوغوز بيك يوسفيان أيام محمد علي، وده كان الساعد الأيمن لمحمد علي. كل شيء في التجارة وفي السياسة محمد علي عرفه من هذا المخلص لمصر بوغوز بيك يوسفيان. أول رئيس وزارة نوبار باشا نوباريان، وتولى الوزارة 3 مرات. منصب وزير الخارجية تولاه 5 أرمن 12 مرة طوال القرن 19، أهمهم من وجهة نظر الدكران باشا دبرو. ده عمل حاجة كويسة قوي، السلطان العثماني كان عاوز يقلص حدود مصر، عاوز ينزع سينا زي ما أردوغان كان عايز ينزعها ويدخلها في تبعية الدولة العثمانية. وقفل وزير الخارجية دكرام باشا دبرو سنة 1893، ورفض تنفيذ الفرمان اللي بيغير حدود مصر، وقال بالنص الواحد أنا موظف مصري أتقاضى راتبي من الخزانة العثمانية، من الخزانة المصرية، وأنا أنصاع لمصلحة مصر. الوثيقة دي
لما حصل تحكيم بعد كده على تحكيم الدولي في موضوع طابة كانت دي من الوثائق التاريخية اللي دعمت أحقية مصر في طابة طبعا. فدي من الملفات اللي بتبين إيجابية العنصر الأرماني بصفة عامة في التاريخ المصري. في برضو من الصفحات الإيجابية جدا اللي أنا بعتبرها يعني نقطة بيضاء في تاريخ مصر وفي تاريخ الفن المصري. طبعا شركات الجرامافون والبيضافون اللي كانت بتسجل الاسطوانات أيام ثورة 19 كلهم خايفين من الاحتلال البريطاني ورفضوا يسجلهم أعمال سيد درويش. سيد درويش طبعا قوم يا مصري بقى والحاجات دي رفض كل أصحاب الشركات الاسطوانات إن هم يسجلوا أغاني سيد درويش إلا أرماني نزح في مذابح 1896 إلى الإسكندرية ثم القاهرة اسمه ستراك ميشيان وكان له فابريكا أو معمل اسطوانات في شارع عبد العزيز. هو اللي عمل عقد مع الشيخ سيد درويش وسجل له كمية يعني الأدوار والتعطيء اللي كانت موجودة في الوقت ده بصوته كان عندي منها انت عارف فطبعاً عندي اسطوانات منها لحد دلوقتي فطبعا دي نقطة ذكية من ميشيان وبشكل غير مباشر أنقذ لنا تراث سيد درويش اللي احنا بنتباهى به. قوم يا مصري مصر دايما بتنادي بص نصري نصر بنورت عليك يوم ما تعدي رحبة وسمع ايديك عشت نفسي اللي ضيع جهدك شوف جدودك في قبورهم للنهار من جمودك كل عظمك استدار من اتاك ياللي دنست الاتاك دول بطولك نفسي والمشتاق والشعار. دكتور فيكن عندك ايه تقوله لي؟ وزي ما الأساتذة تفضلوا قالوا بكده أن الأرمن في مصر منصهرين في المجتمع المصري تماما يعني سواء من أيام الدولة الفاطمية في الدولة الحديثة كانوا ماسكين مناصب مهمة جدا سياسيا خصوصا في الدولة المصرية وبالتالي انصهروا في المجتمع المصري فكنا بنلاقي منهم أشخاص ناس ناجحين جدا في كل المجالات سواء في السياسة في الفن في الطباعة في التصوير كدكاترة كجواهرجية لكن دلوقتي على مدار الزمان قل وجود الأرمن قل عددهم لكن اللي موجودين لازالوا بيحاولوا يعني طبعا يعملوا أقصى عندهم عادي جدا واحنا ما بنحسش بأي عشان كده احنا بنقول احنا مصريين أرمن يعني قبل ما نقول احنا أرمن مصري احنا مصريين أرمن احنا احنا دخلنا جيش وخلاص يعني احنا بنعتبر نفسنا مصريين بس الإضافة إلى كده احنا عندنا اللغة الأرمنية بنحاول ان احنا نحافظ عليها عن طريق تواجدنا في الأندية بتاعتنا في النشاطات الثقافية اللي احنا بنعملها بنحاول على قدر الإمكان ان احنا نحافظ على الهوية بتاعتنا لأن دي مهمة جدا ومصر بتسمح لنا بالقيام بذلك. عندنا كذا نادي في القاهرة وعندنا كذا نادي في اسكندرية. نادي جوجانيان أنشئ سنة 1949 تبرع وعمل النادي اسمه كان ليفون جوجانيان فالنادي سمي باسمه. نوادي القاهرة في عندنا ثلاث نوادي رياضية في اسكندرية في اثنين رياضي واثنين ثقافي في نادي ديكران يرجاد وفي نادي جامك وفي نادي رياضي ثاني اسمه هومانيت من نوبار اسكندرية. النوادي دول اتبنوا لما اجدادنا جم مصر بعد المذابح سنة 15 على أساس أنهم يتجمعوا مع بعض يبقوا في نوادي بيجوا هنا يجتمعوا يتكلموا مع بعض يقضوا وقتهم يحافظوا على التراث على اللغة وحتى الآن بيدوم هذا. النوادي الأخرى اللي موجودة في نادي هوسابير وده النادي الثقافي ممكن أفلام ممكن أغاني ممكن ندوات. بنعمل دورات مع بعض خمس دورات لأنهم هم خمس فرق. عندنا دورات بنعملها في رمضان بالذات دورات رمضانية حفل بأعياد
القومية الأرمنية والمصرية. في طقوس في شهر رمضان بيتعمل برضو، احنا بنبقى ايه بنعمل فطار رمضان. بس عندنا احنا طبعا جريدة شهرية بتصدر باللغة العربية وفيها مواد عن الأرمن وعن البلاد العربية عموما. كل أعضاء النادي مندمجين في المجتمع المصري. يوم 30 يونيو لما نزلنا كل النوادي كل الأرمن نزلت، اللي عمل الشعب المصري احنا عملنا زيه لأن احنا جزء منه. احنا مصريين 100%. أنا شخصياً خدمت في الجيش مثلاً، وبنعلم الشباب إنه زي ما عندنا وطن مصر عندنا وطن أرمينيا، فإحنا عندنا وطنين لازم الانتماء يبقى للبلدين بنفس المستوى، بل ممكن يبقى لمصر سنة زيادة عشان إحنا عايشين هنا. أنا حضرت معاكم كتير بقى، يعني أنا كل اسم أنا كنت في مدرسة فيها الجالية الأرمينية، ففيها يعني أو جزء يعني حسب الأحياء يعني، فكان أصحابي كانوا كتير جدا وأنا كنت بحب قوي أختلط بيهم، وكنت بروح النادي الأرمني معاهم، كنت بروح الحفلات. النادي الأرمني كان في الدور الروف بتاع مسرح الوسابير، مبنى الوسابير. أنا شفت ده، يعني ما أعتقدش إنه يعني دلوقتي الأمر مختلف، يعني انه بنلعب يعني بيلعبوا ماتشاتهم واحنا بنحضر، ما حدش حس ابدا ان هم مش عارف ايه او حد راح واخد منهم موقف او ما حصلش خالص في تاريخنا. حضرتك ليك ايوه الجمله دي بقى اشرحها لي. ابن خلدون لما زار مصر لاول مره اتلقى مجتمع غريب جدا، يعني غير موجود في اي مكان في العالم في هذا التوقيت. اتلقى كل الاديان، الإسلام، المسيحية، اليهودية، اتلاقى كل الألوان، الأشقر والأبيض والأسود والخمري، اتلاقى كل الجنسيات اليونانية والأرمنية والشرقية والغربية، الشامي والمغربي، العجمي والزنجي والهندي. فقال لابد أن يكون هذا المكان هو أم الدنيا. ومن هنا جاء تسمية مصر بأن هي أم الدنيا، حضن كل أولاد الدنيا. دي عبقرية ربنا منحها لهذا المكان. يعني طول عمر مصر عندها خاصية قبول الآخر. في كلمة الخواجات لما كانوا يجوا لأول مرة مصر يقولوا مصر هي البلد الوحيدة اللي بنسمع فيها كل اللهجات واللغات وبنشوف فيها كل العملات. الله. يعني دي مقولة اتقالت من كل الخواجات اللي زاروا مصر لأول مرة. في جملة كمان حضرتك قلتها عن الأم. بالنسبة للمواطن المصري الأرمني. أيوه مش كده؟ إيه بقى هي؟ دايما التكوينات الإنسانية زي الأرمن اللي عايشين في مصر يقولوا لهم الولاء. الولاء لأرمينيا ولا لمصر؟ أنا دايما بقول يعني لا يعيب الإنسان إن هو يكون عنده ولاء مزدوج، ولاء طبيعي. أرمينيا هي الأم التي أنجبت دون أن تربي، ومصر هي الأم التي ربت دون أن تنجب، وبالتالي فطريا وطبيعيا أننا أدين بالولاء لكلا الأمين اللي ربت واللي أنجبت، وده فعلا احساسنا. كان عند حضرتك حاجه عايز تقولها؟ انا كان عندي مناشده بما ان السنه الجايه المئويه الاباده الارمنيه، فكنت بناشد ان الدوله المصريه والبرلمان المصري القادم ان شاء الله يعترف بالمذابح الارمنيه، وان مصر تقيم نصب تذكاري للشهداء الارمن. دي حاجه تليق بمصر، ان مصر تبقى الدوله الوحيده العربيه والاسلاميه تعمل الكلام ده. اي ثينك انه المناشده وصلت لان قضيه الارمن والقضيه الارمنيه دي قضيه عادله، عداله انسانيه، قضيه حق يعني. دليل يعني من الادله الكبيره على عظمه مصر الازهر سنه 1909 الشيخ سليم البشري لما الاتراك قتلوا الارمن باسم الدين، ومصر كانت تابعة في هذا التوقيت للدولة العثمانية، أجرأ
رد فعل خرج على المذابح الأرمنية خرج من الأزهر. فتوى تحرم إراقة دم المسيحيين باسم الدين. فطبعا ده كان رد فعل. المواقف لا تتجزأ. المواقف لا تتجزأ، ده رغم أن التبعية السياسية للدولة العثمانية وأن شيخ الإسلام في اسطنبول هو اللي بيرأس الشيخ الأزهر، لكن في لحظة فارقة مصر الإنسانية، مصر الدين المعتدل، هو اللي رفض باسم الدين أن مسلمين يدبحهم مسيحيين باسم الدين. مش قادرة أقول أكتر من إن يا جمالك يا مصر. الكنيسة دي اسمها سوب كريكورلو سافوريتش، أب الكنيسة الأرمنية. في القرون دي اشتغلت بالحجر بس، الطراز البيزنطي أصبح المساقة الأفقية البلانات يعني أصبحت تنفذ بمادة الحجر بدل الطوب اللي كان في أم العمارة البيزنطية اللي هي في اليونان. فلما جت هنا دلوقتي في القرن العشرين عايزين يعملوها، أنتوا شايفين أن كلها شبه الحجر بس ما فيهاش حجر خالص من جوه، اللي بره برضو ما فيهوش حجر خالص. فالمبنى ده كله هيكله خرسانة مصلحة. اللي صممه هو مهندس بارع جدا اسمه ليفون نافيليان. الفكرة كلها ان العمارة دي بومبونياية في تراث القاهري الجميل المتنوع اللي هو حلتنا، هي دي البلد دي سابتني اعرف اللغة بتاعتي، وفخورة ان انا عارفة سابتني اتعلم التاريخ. يعني انا عملت ابتدائية ومعاها اخدت اللغة والتاريخ الارمني. هذه الكاتدرائية هي من عام 1926، والكنيسة حسب الطراز الارمني، والطراز الارمني معروف بقببه
الإسطوانية، وأيضا تبنى الكنيسة الأرمنية على شكل صليب، وفي داخل الكنيسة الهيكل الرئيسي دائما مكرس على اسم سيدتنا مريم العذراء، وعلى جوانب اليمين والشمال في الكاتدرائية هناك هياكل مخصصة لبعض القديسين، وأشهرها هو هيكل القديس غريغوريوس كريكور. وعند هذا الهيكل نجد أيضا تمثال للقديسة أشخين ملكة أرمينيا، وكل هذا يعبر عن تاريخ الشعب الأرمني. الأرمن لهم الفضل في بناء أسوار القاهرة، من بنى جامعة القاهرة هو يعقوب أرتين باشا اللي هو ابن هذه الكنيسة، وأول ما بنوا أيضا الجوامع لنعبر بأننا شعب نحب بعضنا البعض، ولا خلاف بين بعضنا البعض في بناء الكنائس والمساجد، لأنها كلها تعبر عن إيماننا الواحد بالله تعالى. Եգիպտոս առաջին անգամ էր, որ ոտ կդնեի, եւ նաեւ առաջին փորձառությունս էր Հայաստանեն դուրս հայության հետ, Հայաստանեն դուրս իմ ծառայությունս բերելու։ Ճշմարտությունը պիտի ասեմ, ոչ թե որ արցանագրության համար է, սիրեցի Եգիպտոսը, որովհետեւ Եգիպտոսի ժողովուրդը իրապես բարի ժողովուրդ է, շատ հյուրընկալ ժողովուրդ է, եւ այդ ադե արդեն երկրին հարստությունը եւ հզորությունը, եւ վստահաբար նաեւ եթե այս հյուրընկալությունը եւ սերը չունենար Եգիպտոսի ժողովուրդը, մենք հայերս ալհոստ պիտի չկարենայինք մեր կյանքը դասավորել, եւ բնականաբար ես ալարիտը պիտի չունենայի այս երկրին հյուրասիրությունը եւ բարի հարաբերությունները վայելելու։ Պատմության ընթացքին Եգիպտոսը շատ դժվարություններ գրած է տարբեր արմուններով, եւ միշտ ալ հաղթական դուրս եկած է իր միասնական ոգիով եւ իր ստեղծագործ ուժով եւ իր ժողովրդականությամբ։ Եվ վստահ եմ, որ այս շրջանին ալ իրենք այդ ուժը եւ կարողությունը կրնան միացնել եւ ստեղծել հզոր Եգիպտոսը, որու մեջ խաղաղ կապի թե եգիպտացի ժողովուրդը, թե հյուր ժողովուրդը եւ թե բոլոր այն քրիստոնեա փոքրամասնությունները, որոնք հաստատված են Եգիպտոսի մեջ։ John Nazarene, John Nazarene, John Nazarene.
ممكن أقول الفنان المصري الأرميني أو الأرميني المصري هي واحدة العالمي جورج كازازيان. أيوه هنقول بس استنى ما تتكسفش قوي كده. ومارلو ونانور مواطنين عايشين معانا هنا في البلد دي أو إحنا عايشين معاهم في البلد دي. تعالى نتعرف عليهم نتكلم نشوف نانور الأول. بتعملي إيه نانور؟ أنا في الأول بحب أشكر البرنامج وحضرتك على استضافتك لينا. أهلا وسهلا نورتينا. أنا خريجة إعلام MIU جامعة مصر الدولية وبشتغل في العلاقات العامة في رادا ريسيرش أند بابليك ريليشنز. فتاة مصرية من أصل أرمني. حابة تعرفي تاني بتعملي ايه يعني؟ عارفة مثلا الجالية بتاعتك انت على اتصال بيها؟ طبعا أوه. احنا عندنا مدارسنا، عندنا نوادينا، عندنا الكنيسة بتاعتنا، عندنا بنشترك في نشاطات في النادي، بنتجمع مع الشباب. انتوا دلوقتي النادي هو بس واحد اللي فاضل ولا لا؟ احنا عندنا ثلاثة على مستوى الدولة، عندنا في اسكندرية واحد وعندنا في القاهرة ثلاثة، يبقى أربعة. عندنا أربعة بس وعندنا مدرستين. مدرستين دلوقتي بقى أم خالص أرمن؟ أيوة. اللي هم إيه وإيه؟ نوباريان. نوباريان بقت نوباريان وكالوسيان مع بعض. وفي اسكندرية بغوسيان. أوكي. ودي ما بتقبلش غير طلبة أرمن؟ بس. طب مارلو أنت بتشتغلي في الطباعة. إيه بقى؟ تقولي بتعملوا إيه فين؟ طباعة عندنا مطبعتين بقى لها هنتم 75 سنة من أيام جدي. واحنا بنكمل يعني الطباعة يعني. طباعة كتب، مجلات، علب، أي حاجة يعني. أي حاجة. انتوا يعني عايز أقول مصريين قوي جدا. يعني جدا. انت طريقتك يعني قولي نانور برضو عاملة زي البنات اللي متربيين المطباعة بتاعتي في شبرا، أبويا مولود في شبرا ولسه بقول لهم بره بتفكريني بصاحبتي أغافنيه جدا. أغافنيه كانت كده بالظبط، اللي هو يعني من اسمها بس بتعرفي انه هي أرمينية يعني. اهلا باشا. اهلا. اهلا باشا. ايه نورت. انت فين حضرتك؟ موجود. I would like to dedicate this concert to the ones that we love and that they're gone and they're in a better world. يعني مهم قوي الناس تعرف انت درست ازاي، ايه اللي خلاك بقيت عندك الصبغة العالمية دي. الاربع افلام اللي انت عاملهم، فتاة المصنع اخباره ايه؟ شوية حاجات. اول حاجة كان في السويد، لان في فترة كده اهتميت بالالات الشعبية. ما اعرفش ليه يعني، برضو كان ورحت قعدت في الأقصر شهر ادور على رباب، بس مفيش بلان، مفيش خطة، مفيش حد جنبي، ما ابيض يعني. وقعدت كتير يعني، قعدت شهر هناك وقابلت ناس، كان في واحد انجليزي كاتب وكان في رسام الماني. يعني حسيت ان احنا ثلاثه رايحين بندور على المستقبل او وبعديها بكذا سنه رجعت مصر، وفعلا قدرت اشتغل استعين بآلات شعبيه من القاهره. وعملت خمس سنين قعدت معهم يعني فول تايم. لكن في كل الاحوال لما بنقول جورج كازازيان بتقدم نفسك على انك الفنان المصري او الكومبوزر المصري ولا الارمينيان ولا الوقت؟ لا دايما كنت مصري، لان يعني انت تقول مثلا الفنان جورج المصري جورج كازازيان، كازازيان خلاص بقى ارمني من اصل ارمني. حياتي كلها كانت في يعني رحت ارمينيا من 2004، وكان حفله مع راقصه شرقيه بس مش رقص اللي هو الفن يعني الفن الرقص. فقصدي يعني كل حياتي كانت مصر والالات الشعبيه المصريه دي.
المشاهير دلوقتي تعرفوا مين الحياه فين معاكم انتم؟ انت فين الجاليه بتاعتك؟ بتشتغلوا ازاي؟ مختلطه بمين اكتر؟ لما مثلا لما قلنا النهارده هنعمل الحلقه دي جيتوا ازاي مع بعض؟ عارفين بعض من طبعا عارفين بعض عيله يعني متصلين يعني متصلين مع بعض طبعا وفي ناس متربيين مع بعض طبعا في النوادي. انا واحده بلعب باسكت مثلا عندنا فريق باسكت في بنحافظ على الهويه الرومانيه بقى الرقص والغنى طب عملتوا ايه في الثوره؟ كنا في الشارع كويس. وهل حسيتوا بخطر عليكم وعلى نفسكم؟ لا يعني في الفتره اللي اتحكمنا فيها من انا فاهم دول معرفش ممكن احكي كده اللي كانوا معانا دول حسيتوا بخطر؟ لا مثلا حسينا بخطر لا يعني انا مثلا ماما قالت لي لا سيب البلد ومش عارفه قلت لها اسيبها لمين مش سايبها لهم. هل مثلا في الفتره دي حد كان موجود معاكم مثلا وهاجر يعني حسيتي بحاله بقلق انه الله دي فلانه سافرت حسيتي انا من كده؟ صحابي المصريين العاديين مش اللي من مصريين اصل ارمني كانوا بيقولوا انتوا قاعدين ليه؟ طب ما انت ممكن عندك الفرصه ان انت تسافري وتمشي. انا مش هسيب بلدي لحد. دي بلدي. اختي جمالها يا ناس. اختي جميله قوي. اروح فين لا يعني انتوا مثلا انا مثلا كل اصحابي زمان بقى اللي هم مشوا بعد النكسه مثلا وكنا لسه في المدارس يعني راحوا كندا. ففي دلوقتي لو انا قلت يا كندا هتلاقي اصحابي هناك كلهم. انتوا ايه؟ لا بس كندا كانت من زمان كانت سكه مفتوحه. لا انا يعني عندي اصحاب هاجروا بس مش دلوقتي يعني بقى لهم مثلا 25 30 سنه يعني. استراليا بقى وكندا وكندا فتره الهجره دي بس لا انا ما
دلوقتي لا. لا يعني فجأة انتوا حسيتي انه لا كل الارمن اللي في مصر ما حدش ما فيش حد يعني من ساعة الثورة يعني ما حدش جدعان مال هتسيبونا وتروحوا فين؟ مش هنسيبكم زار كده ولا ما يقدرش بالساهل؟ لا لا. طب يلا انا عازمكوا على شو حلو قوي نحضره سوا؟ نحضره سوا يلا 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 بينا.
بتحبني.